موجز الأخبار من الرأي، أهلا بكم. أعلن وكيل وزارة المالية خليفة حمادة أن العجز التقديري في الميزانية للعام 2013-2014 بلغ 7 مليارات و430 مليون دينار. وأوضح حمادة في مؤتمر صحفي أن العجز جاء بعد استقطاع نسبة 25% من الإيرادات لصالح صندوق احتياط الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن العجز قبل الاستقطاع بلغ 2,906,000,000 دينار، وبلغ إجمالي الإيرادات 18,095,000,000، فيما بلغت المصروفات 21 مليار. قبل استقطاع احتياط الأجيال القادمة بلغ العجز 2,906,000,000.8، بعد الاستقطاع لاحتياط الأجيال القادمة 7,430,000,8. تم إعداد تقديرات الإيرادات النفطية وهي المورد الرئيسي لإيرادات ميزانية الدولة على أساس 70 دولار للبرميل، وحجم إنتاج 2.7 مليون برميل في اليوم. ووفقا لذلك فقد بلغت تقديرات الإيرادات النفطية 16,883,000,1 بنسبة 93.3% من جملة الإيرادات، بينما بلغت تقديرات الإيرادات غير النفطية 1,212,000,8 بنسبة 6.7%، ويكون جملة المصروفات 21,002,000,6. تم زيادة المقتطع من الإيرادات العامة لاحتياط الأجيال القادمة من 10% إلى 25%، وعليه فقد بلغ المقتطع من الإيرادات العامة لاحتياط الأجيال القادمة للسنة المالية 2013-2014 مبلغ 4,524,000,000 دينار كويتي. دعا مرشح الدائرة الثالثة جمال لعمر خلال ندوة انتخابية نظمها، دعا الناخبين الكويتيين إلى التوجه لصناديق الاقتراع في 27 من الشهر الجاري والإدلاء بأصواتهم واختيار الأكفأ من المرشحين والقادر على صناعة القرار. وحذر لعمر ممن يسعون إلى الوصول إلى كراسي البرلمان بطرق غير مشروعة. أرجو أن تكون رسالة واضحة من الشعب الكويتي باختيار الأكفأ إلى سدة القرار بالمؤسسة التشريعية. إذا لم يكن هناك رسالة سياسية واضحة، مع الأسف البعض يحاول أن يخترق بهذه الدائرة بأسلوب أو بآخر إلى الوصول إلى السدة من خلال طرق غير قانونية، إلا أن أنا يعني أعلم وأعرف إرادة هذه الدائرة وقدرتها لاختيار من سوف يمثلهم في يوم إن شاء الله 27. أكد مرشح الدائرة الثالثة علي الشمالي أن المشكلة الأساسية في الكويت تتمثل في ضعف الإدارة، مشددا على ضرورة الإسراع في اتخاذ القرارات الحاسمة لتنفيذ مشاريع التنمية وخلق فرص العمل للشباب. وتناول الشمالي في حديثه عددا من المشاكل التي يواجهها المواطن الكويتي والتي تتوزع بين الإسكان والتعليم والصحة وغيرها. مشكلتنا إدارة، مشكلتنا الموارد موجودة، محتاجة قيادة، محتاجة ناس عندهم تراك ريكورد يعرفون شلون يخلقون الفرص. أنا قاعد أتكلم كثير من الشباب اللي عندهم فرص ومشاريع صغيرة بس مو قادرين يقدمونها، يقول ندري مآلها للرفض، من اللي يحكم علي؟ اللي يعني مشروعي مجدي والمجد. دكاترة الجامعة مع جميع مع احترامي وتقديري للإخوة اللي في 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 الدكاترة في الجامعة وغيره، لكن هذا الجانب محتاج خبرة، محتاج ناس مروا في تجربة إنشاء المشروع يعرفون شنو نوعية العقبات الحكومية، التراخيص، حصول على الأرض. إلى دكتور في الجامعة عمره ما طلع ما سوى مشروع واحد، شلون بيحكم على هذا المشروع مجدي قابل للتطبيق الكويت ولا لا؟ دعا مرشح الدائرة الخامسة عبد الله التميمي الناخبين إلى القيام بواجبهم بالتصويت في الانتخابات المقبلة، وقال التميمي إن المشاركة في هذا الاستحقاق بالتحديد هو واجب وطني.
أعتقد بأن بهذا الشهر الكريم تكون الناس تجاوزت مرحلة الإرهاق والتعب اللي تكون دائما في الأيام الأولى من شهر رمضان، وأتصور أنه راح يعني الكثير راح يلبي نداء الوطن وراح يشارك في هذه الانتخابات. وأنا أعتقد أن الآن الناخب له صوت واحد، والصوت هذا ثمين، ما أعتقد أنه يبخل بأن يروح يصوت فيه. فأنا أعتقد بأن إن شاء الله تاريخ 27/7 راح يكون فيه مشاركة رغم مقاطعة لن تكن يعني مؤثرة من بعض القبائل وبعض القوى السياسية. افتتحت مجموعة لاند مارك أكبر متجرين تابعين لسنتر بوينت وهوم سنتر في الكويت في مجمع الأفنيوز، ليصل عدد متاجر سنتر بوينت إلى 9 وهوم سنتر إلى 5 متاجر في جميع مناطق الكويت. ويشغل المحلان مساحة 11400 متر، ويقدمان كل جديد في عروض الأزياء والموضة والأثاث المنزلي والإكسسوارات، ويسعان إلى تقديمهما بأسعار مناسبة للزبائن. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور لهم بإذن الله مستور محمد بريك العازمي، أرملة شبيب مرزوق أبو حقطة العازمي عن عمر يناهز 87 عاما، عبد الله عبد الفتاح عبد الله إسماعيل الجسمي عن عمر يناهز 55 عاما، جاسم نزار جاسم السري عن عمر يناهز 24 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. نهاية الموجز، إلى اللقاء.